انا عارفه انك صاحي، انا بس جايه اقولك اني بحبك قوي. مش عارفه انت زعلانه مني ليه. انت زعلت ليه؟ كنا نعرف ان بينكم بين بوبي ايه؟ انا شفتكوا على فكره. شفتي ايه؟ شفتكوا انتم بتبصوا بعض. لا وحياه ربنا والله العظيم ما حصل كده. انت شفتي غلط. انت اكيد شفتي هو بيعمل كده بس ما شفتيش انا عملت ايه. طيب انا وباباكي كنا مخطوبين زمان قبل ما يعرف فريدة اصلا، وبعدين هما بقوا مع بعض وانا فسخت الخطوبة وسافرت، بعدها هما اتجوزوا. انت بتحبيه؟ كنت بحبه بس هو كان بيحب مامتك. هو دلوقتي بيحبك وانت بتحبيه؟ يعني هتتجوزه صح؟ لا لا طبعا. ليه؟ مش هحاول يبوسك؟ يعني بيحبك؟ لا طبعا، هو اكيد اللي حصل ده هو ما يقصدوش وكانت غلطه. وبعدين انا متاكده ان هو متلخبط ومتضايق من موت فريده، وكمان عشان بقاله كتير جدا ما شافنيش. هو خاطب سلمى وبيحبها وهيتجوزها. علشان كده انت ومامي كنتوا زعلانين من بعض؟ سؤال الصراحة، لو كنت مكانك كنت هزعل. يعني لو واحدة صاحبتي عملت فيا كده مش هصالحها خالص. بس أنا بقى بفكر فيها بطريقة تانية، بقول يمكن ربنا عمل كده ورتب كل الترتيبات دي عشان أنا أسافر وهما يتجوزوا ويبقى في كارما وكريم ويوسف. أنا عشان كده ما كنتش باجي، مش عشان مش بحبكوا زي ما انتي قلتي. يعني هو انتي ماما اتصالحتوا ولا لأ؟ دي أكتر حاجة أنا ندمان عليها وأكتر حاجة مضايقاني. أنا فاكرة يا نور، مامي كانت بتحبك أوي، كانت طول عمرها بتقول إن نفسها إن انت تسيبي لندن وتيجي تمشي معانا. وأنا كمان كنت بحبها أوي، وأنا كمان كان نفسي أسيب لندن وأجي أعيش معاكوا. يلا بلاش نكت، تصبحي على خير. وقت الاعترافات انتهى. يمكن نقول إنك قلتيلي واعتبرتيني كبيرة. أنتي كبيرة. أنا نفسي أنا وأنتي نبقى أصحاب يا كرمة ونحكي كل حاجة لبعض. ممكن؟ أوكي. تصبحي على خير. أنتي أنا ما بعرفش أنا بجيب فوت. طب أنا عندي فكرة حلوة. تيجي نعمل احنا الاثنين جنب بعض. اوكي. ماشي. هروح اغسل سنيني. اوكي.